أصبح عليكم مشاهدينا في صباح جديد نقضي وياكم في صيف في البحرين فقراتنا الخفيفة المتنوعة. صباح الخير حمد. صباح الخير إيمون. اليوم نشاط أكثر. أي اليوم نشاط أكثر نص الأسبوع. صح. حياكم الله متابعينا برنامج صيف البحرين حلقة خفيفة وإن شاء الله تكون مفيدة لصباح يوم الثلاثاء. كنت أقرأ خبر في سيدة عمرها 70 سنة إيمون، عادية هي ولكن يعني وزنها شوي كبير يعني. فكانت تقريبا 100 كيلو تعاني من زيادة الوزن فقالت قررت أنه وأنا في هالعمر راح أقرر أني أنا أنزل وأنزل وزني بالرياضة. فقامت تحط صور في الانستغرام ويعني تفاعلوا معاها ونزلت تقريبا 40 كيلو فوصلت وصل وزنها 60 وصار عندها 1,000,000 فولوور. ما شاء الله 1,000,000 متابع. لان تعطي تحفيز يعني تحفيز. عرفت حق الناس ان هي نزلت هذا الوزن مع هالعمر الكبير. فدائما نقول مهما يكون عمرك مهما تكون ظروفك لا توقف مهمة. الرياضه او حتى لو ما بديت اصلا في حياتك تقدر تبتدي متأخر انك ابدا مو متاخر تبتدي مهما يكون العمر مهما يكون شنو ظروفك وزن او اي شيء. عشان كذا احنا دائما في كل يوم او في كل اسبوع نركز على الرياضه مع مدربنا خالد البستقي وكل يوم يعطينا تمارين خفيفه فهذه مو بعذر. اي للحين في البيت فهذه مو بعذر ان يقولون ما يقدرون يلعبون الرياضه في البيت ولا خارج البيت يقدرون تتمرنون هذه التمارين اللي بنشوفها في هذا التقرير مع خالد البستقي. صباحكم صيف البحرين. اليوم اجيب لكم تحدي كالعادة، قلت لكم دائما أجيب لكم تحدي عشان تتحدى نفسك. شو بنحتاج اليوم؟ وزن، بليت، وجسمك القوي. خذ لك ورقة وقلم من الحين واكتب التكرارات. بتسوي 5 جولات من 3 تمارين ورا بعض. بنشوف في كم وقت نقدر نخلص هاي الـ5 جولات. حلو؟ بليت ذي تحصله أي مكان. مو غالي، رخيص. وثانياً شيء زينك تشتري شيء وتم عندك على طول. 10 كيلو، 5 كيلو، 15 كيلو مو مشكلة بس ما نروح أزيد. أوكي. التمرين. نسوي 24 نطة على البليت. عقب بنسوي 15 حركة يسمونها ground to overhead. البليت بطق في الأرض وبي فوق راسك. حلو. عقب بنسوي بليت تابس. خلنا نروح الحين أراكم مثال حق جولة كاملة. حط لك وقت. 3 2 1 ابتدي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 24 خلصت. الحين الحركة الثانية ground to overhead. الوزن عندي 1 2 لاحظ 3 لازم الوزن يطق الارض وفوق راسك 4 5 6 7 8 9 ظهري سيده طالع قدام 11 اذا انا مو غلطان 12 13 14 15. وي النفس راح. اوكي الحركة الثالثة ركز وياي. شوف يدي وين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هاي خلصنا 12. هاي جولة كاملة. حلو. كم باقي؟ 4. الوقت يمشي. إن لم تقطعه قطعك. تحدى الوقت تحدى نفسك. معلومة قبل لا أمشي عنكم. في الحركة الثالثة افتح ريلك. اضغط على بطنك قد ما تقدر. أساس ما ترقص لي يمين يسار. ليش؟ هاي معناته أنت قاعد تضغط على الكور وتتحكم في حركة الخصر اللي احنا ما نبي يتحرك وايد. فلاحظ أجين. 1 2 3 اضغط ريلك على الارض بعد. يعطيكم الصحة والعافية. واللي يبي يسجل نتيجته وطرش لي وشوف ايش سوى. ايش
شكرا لخالد بستقي على هذه التمارين. مشاهدينا راح ندخل في فقراتنا. التواصل المجتمعي محور أساسي في منظومة العمل بالمحافظة الجنوبية، ومع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا لم ينقطع هذا التواصل، وإنما أخذ أشكال متعددة تعكس أهميته ودوره الأساسي في عمل ومسؤوليات المحافظة. والحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة النقيب محمد بوشليبي، ضباط التنسيق الأمني بالمحافظة الجنوبية. صباح الخير، رحب فيك في صباح البحرين. النور، ومشكورين على هذا الاستضافة. يا هلا يا مرحبا فيك. أكيد نتكلم معك في البداية نقيب محمد، نبي نتكلم عن أشكال هذا التواصل في هذه المرحلة الحالية. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، ضمن حرص متابعة سيدي سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، شهدت المحافظة الجنوبية العديد من المبادرات الاستثنائية في التواصل الإلكتروني والتحول الرقمي من خلال ابتكار أفضل الأدوات من ناحية التواصل مع المواطنين والمقيمين في المحافظة الجنوبية. وتم هذا الشيء من خلال استحداث الموقع الإلكتروني الجديد للمحافظة الجنوبية بحلة الجديد، وكذلك عن طريق تفعيل المكتب الذكي الموجود عندنا في المحافظة الجنوبية اللي سهل على المواطنين والمقيمين تقديم مقترحاتهم الأمنية والخدمية وشكاويها حتى يتسنى لنا كمحافظة جنوبية تلقي هذه الأشياء والعمل على حالها بسرعة وقت. جميل. يمكن المحافظة الجنوبية يمكن نفذت مشاريع تنسيقية عن بعد، خلينا نتكلم عنها وطريقة المشاريع هذه. نعم أخوي، المحافظة الجنوبية أخذت على عاتقها المسؤولية الأمنية والخدمية للمواطنين، وتم ذلك عن طريق القيام بالعديد من الاجتماعات والنقاشات الأمنية والخدمية على حد السواء. طبعا من ناحية اللجان الأمنية، ولله الحمد تم عقد عدد 7 لجان أمنية مع مختلف الجهات الأمنية في وزارة الداخلية، وكذلك عندنا المجلس الأسبوعي ما انقطعنا عنه، بالعكس تحول من مجلس حضوري إلى مجلس افتراضي مع الأهالي في المحافظة الجنوبية ككل، وكذلك تم إقامة عديد من الندوات، الندوات التوعوية مع مختلف الجهات عندنا، وكذلك تم عمل العديد من الملتقيات، وكذلك تم التعاون مع العديد من الإدارة في وزارة الداخلية، كذلك تم الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات، وتم عمل العديد من الندوات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كل هدفه كان توعية المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ككل. وانتوا تركزون أكيد على هذه النقطة طبعًا أكثر. نقيب محمد، ودي أتكلم معك عن مثل ما نعرف أن نفذت المحافظة بالتعاون مع الإدارات المعنية بوزارة يمكن الداخلية لكثير من البرامج، نفس ما تفضلت وذكرت يمكن أبرزها أيضا برنامج التعقيم اللي صار في أكثر من محافظة. نبي نتكلم عن هالبرنامج أكثر، وشون أيضا شفتوا التفاعل من خلال التعقيم مع أهالي المنطقة. طبعا احنا قبل ان نتكلم عن عمليات التعقيم، احنا اليوم نتكلم عن المحافظه الجنوبيه. نعم. المحافظه الجنوبيه هي اليوم تعتبر اكبر محافظات مملكه البحرين، وجميع هذه المناطق في المحافظه الجنوبيه تشهد او احنا نعتبرها جميعها على حد سواء وتحظى عندنا بذات الاهميه. فكان لزاما علينا وضع خطه ودراسه ان تشمل عمليات التطهير الاحترازي جميع هذه المناطق على حد سواء. جميل. طبعا تم وضع خطه، تم تقسيم عمليات التطهير الاحترازي الى 8 مناطق في المحافظه الجنوبيه، طبعا بالتعاون والتنسيق مع الاداره العامه للدفاع المدني. بدينا بالمرحله الاولى في منطقه الزلاق، انتهاءا منطقه بوكواره. طبعا الشكر موصول حق الاخوان في الاداره العامه للدفاع المدني والمتطوعين اللي ما ترددوا من اول ما اعلنا ان فتحنا الباب، شاركوا معنا تقريبا عدد 230 متطوع. نعم، من بدايه الحمله، وان شاء الله احنا مستمرين بقى في الحملات، ما راح نوقف. طبعا الدور الإيجابي واللي لمسناه من الأهالي كان دور إيجابي جدا واضح. الشكر لجميع الجهات، وطبعا الجميع الفريق اللي كان ينزل في عمليات التطهير الاحترازي. طبعا هذا الشيء نابع من حسهم الوطني، حسهم بالمسؤولية تجاه الوطن. يمكن الناس ما نشوف احنا هذه اللقطات اللي قاعد تظهر في الفيديو، يعني ما شاء الله جهود تشكرون عليها في هذا الجانب. جميل. يمكن تكلمت عن يمكن ردة فعل الأهالي ولمسته وهذا الشيء فيهم بعد الحملة، خلينا نتكلم يمكن عن أكيد تقديركم للمتطوعين شيء كبير، فكلمني عنه. طبعا مثل ما تفضلت أخوي، المتطوعين هم اليوم احنا بيننا وبينهم شراكة، مو بس في عمليات التطهير، بالعكس احنا الباب عندنا مفتوح في جميع المبادرات اللي احنا نقوم فيها، في جميع الأنشطة الباب مفتوح حق جميع المتطوعين عندنا إن شاء الله.
ان شاء الله. كذا ودي اتكلم معك نقيب محمد عن الحمله اللي سويتوها, وهي سلامتكم في الصيف, وهي حمله رياديه, وهي تعكس اكيد يعني خلينا نقول السلام العامه سواء كان في الشارع في الطريق او حتى في البيت. نبي نتكلم عن هذه الحمله بشكل مفصل اكثر. طبعا بخصوص حمله سلامتكم في الصيف, تنفيذا لتوجيهات سيدي سمو المحافظ, تنفيذا لتوجيهات سيدي فريق اول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخليه, طبعا لترسيخ مبدا التواصل المجتمعي ولترسيخ الوعي في المجتمع. نعم. في المجتمع تم تنظيم هذه الحمله, الهدف منها هو الاخذ بالتدابير الوقائيه. طب احنا اليوم اذا بنتكلم عن فصل الصيف عندنا بعض المخاطر اللي هي تكثر عندنا فصل الصيف. بدايه القضايا الغرق اللي تصير عندنا سواء في المسابح او في الشواطئ. طبعا من الناحيه الثانيه عندنا الحرائق سواء اللي تحدث في المنازل او اللي تحدث في السيارات. احنا شلون اليوم نوعي المجتمع عن ضروره الاخذ بالاجراءات الوقائيه اللي احنا الحيلوله دون وقوع هذه الجرائم. ايضا بخصوص قمنا في العديد من الحملات الميدانيه, طبعا كان هذا الهدف منها توعيه المواطنين والمقيمين بضروره شرب المياه خاصه في فتره الظهيره اللي استهدفنا فيها العمالة, استهدف فيها ايضا المواطنين ممارسين الرياضه. فان شاء الله احنا مستمرين وراح يكون عندنا تعاون ان شاء الله مع مختلف الجهات ان شاء الله. جميل. يمكن في نقطه ثانيه هو موضوع التقنيات الحديثه, هي يمكن وايد ساعدت دول كثيره في موضوع ان التوعيه المباشره دائما ويا الجمهور, والبحرين مو قليله في هذا الشيء, تقنيات كبيره. كلمني عن ايش قد ساعد هالشيء. طبعا اخوي احنا اليوم نتكلم ان الغايه هي التوعيه, ولكن احنا نبحث عن اسرع وسيله واكثر فعاليه. اليوم ما في اي بيت يخلى من اي جهاز ذكي. صح. طبعا مع مختلف الشرائح العمريه. فاحنا اليوم لما نطلق مثلا خدمه او مثلا رساله او صوره او حتى فيديو, سرعه انتشاره راح يكون اسرع من النزول الميداني, نستهدف فيه اكبر شريحه ممكن. إيه نعم. فكان هذا الهدف من التحول للرقمي. يعني ما شاء الله احنا دائما نشوف الحملات التوعوية اللي تقومون فيها وجهود تشكرون عليها صراحة في خدمة المجتمع. احنا دائما نثني ونقول ان فعلا الجهود هذه كبيرة وتوصل للمجتمع بصورة صحيحة ومباشرة. فأكيد نشكر تواجدك حضورك معنا النقيب محمد بوشليبي ضباط التنسيق الأمني بالمحافظة الجنوبية. كل الشكر لك على تواجدك. يعطيك العافية. مشكور. مشاهدينا فاصل قصير نرجع نواصل معاكم باقي فقرات حلقة يوم الثلاثاء من صيف البحرين. عودة لكم من جديد. يقولون السفر له 7 فوائد, ومنها أن الشخص يعتمد على نفسه ويبدي حياة فيها الكثير من التحديات. وضيفتنا في هالفترة فنانة بحرينية تدرس في الخارج وأبدعت في مجال الفن والرسم, الفنانة دانا مال الله الحمادي. صباح الخير, مرحب فيك. أهلين. صباح النور. صيف البحرين وابداعات ما شاء الله, زينتي الاستوديو. يا هلا يا مرحبا. اشكركم على استضافتكم لنا, نورتينا, واحنا اللي سعيدين بتواجدك. احنا من شفنا اللوحات يمكن تحت الهواء كنا قاعد نسولف نقول ما شاء الله ابداعات والالوان حلوه وفيها روح, يعني كل لوحه تمثل يمكن شيء مختلف. ففي البدايه داني ودي اتكلم معك واقول شلون اكتشفتي موهبتك في الرسم وشلون دخلتي مجال الرسم؟ طبعا بدايتي في الرسم كانت من وانا صغيره, يعني اكتشفت الموهبه من يعني بديت ارسم اشكال اللي هي تكون يعني غير عن الأطفال الأخرى في المدرسة وشي. فاكتشفت أن أنا أريد في نهاية الشيء يعني, فتميت مع السنين أنمي الموهبة, وأمي ساعدتني لأن أمي بعد كانت ترسم, ومع السنين يعني تطورت واكتشفت يعني تكنيك جديدة في الرسم لما وصلت حق اللوحات يعني, واستخدام ألوان أخرى ولا أدوات أخرى في الرسم, ولين اليوم يعني الحمد لله واصل هاي الشيء قد ما اقدر عشان ما اقطعه كلش. اي ما شاء الله استمري, لان هذه الابداعات احنا اكيد ما نبيها توقف. وهذه اللوحه بالذات يعني يمكن من اللوحات اللي انا شدتني, غريبه شويه ما فيها تفاصيل العين, بس ركزتي تحطين اشياء مختلفه او نوع من الاكسسوارز على اللوحه,
هذه اللوحة صعبة أتوقع، ولا تحسينها سهلة بالنسبة لي؟ هو يعني كانت يعني شوي صعبة، لأن كنت يعني كنت أفكر شوي دخل 3D في الموضوع، إنه مو بس تكون مجرد لوحة. فاستخدمت اللي هو الكاركتر حق فريدا كاهلو المشهورة، وهي يعني مشهورة في الفن وفي الأزياء من زمان، يعني في العصر الحجري. فهي كانت تلهمني إن أرسمها يعني بس بطريقة مختلفة، يعني مو شرط كل ملامحة تبين، بس أهم شيء أشياء ترمز إن هاي هي الشخصية. نعم. يمكن دانا شلون وفقتي بين الدراسة وبين الهواية؟ يعني هذه شيء يمكن أكثر الناس يمرون فيه الفنانين، أتكلم أن يعني يحصلون صعوبة في هذا الشيء لما يوافقون بين الدراسة، لازم واحد منهم يأثر على الثاني. شلون تقدرتي أنك توافقين بين الاثنين؟ طبعا أول شيء هو التايم مانجمنت وايد مهم، يعني خصوصا إذا واحد يدرس تخصص مختلف عن الهواية، لازم أول شيء أن أسس وقت حق هوايتي ووقت حق دراستي، بحيث أنه ما يصير كلاش بين الاثنين. يعني فكنت دائما اخصص لي وقت يعني في الليل تقريبا حق الرسم، والصبح حق الدراسه يعني. والحمد لله يعني كثر ما يعني اشياء مريت فيها من الدراسه وغير، للحين ما زال الفن موجود. يعني اهم شيء عشان يدي يعني تتعود على الرسم والالوان وكذي. تخصصك غير مجال يعني هوايتك، صح؟ يعني دراستك غير عن مجال هوايتك. ما فكرتي تدرسين وتتخصصين في مجال الرسم والفن؟ بلى فكرت يعني، بس في يعني من هالناحية، ناحية التخصص والدراسة، أهم شيء يعني الشخص يعني يكون عنده معرفة الذات أو إنه وين يجد نفسه. فأنا أكثر شيء يعني حسيت إن شخصيتي تنطبق حق يعني تخصص معين، يعني هو اللي هو القانون. ففي نفس الوقت قلت إنه مستحيل أنسى عن الفن، يعني الحين بيكون موجود، ومع السنين لو شنو درست بحاول يعني أطور الموهبة وتكون لحين موجودة. يعني طالما الشيء موجود يعني في يدي والأفكار لحين في بالي وكذي، فحاول يعني أن أركز على الاثنين في نفس الوقت. دانا، بما أن يعني اللوحات موجودة في الاستوديو، تكلمنا عن هذه اللوحة، خلينا نتكلم عن اللوحات الموجودة الحين. خلينا نتكلم عن هذه مثلاً، طبعا فكره شلون ياتج؟ اي طبعا كموم يعني فيها في زمن كورونا. اي هاي الحين يعني تاني سويتها. هاي طبعا اللوحه الحين على الوضع اللي احنا عليه، يعني الوضع الكورونا، فالكل يعني في كوارنتين، ويعني قاعد يكتشفون مواهب جديده، والناس يعني قاعد تحاول اللي عندها مواهب قاعد يحاولون يطورونها بعد. فانا تيني افكار ليش ما اسوي شيء يعني اللي هو تريبريزنت الوضع اللي احنا الحين. اي فيات في بالي فكره اللي ادخل الابستراكت ارت في الوضع اللي احنا عليه. فانا شفت يعني تقريبا صور مشهورين وكذي بالكمام، فاخذت فكره من هني وهني وركبتهم في بعض، واختيار الالوان عشان يكون شيء يعني وايد يلفت النظر. يعني دخلت ابستراكت مع شيء ريالستيك في نفس الوقت، في النهايه يعني يرمز صوره يعني وراها قصه وكذي عن اللي احنا عليه يعني في الوضع الحالي اللي احنا فيه. وهذه رسمه الخيل او لوحه الخيل، خلينا نتكلم عنها شويه اكثر، شدتني انا. اي طبعا انا من هوايتي الثانيه يعني هو ركوب الخيل، وحب الخيل يعني فيني متعلق. فحبيت بعد ان ارسم يعني خيول وكذي، فبعد مو بشرط ان كنت اطلع ملامح الخيل يعني، فاهم شيء هو يبين انه هو خيل، وادخل بعد الخيال فيه. يعني الالوان مثلا هي كلها عن فانتسي وكذي، اللي هو الاشياء اللي في بالي، بس ان احاول قد ما اقدر ادخلها في الصوره. يعني حلو. يمكن هذه اللي بسالك عنه، موضوع لما قلتي فانتسي وشلون تفكرين في الصوره. كذا رسام يونا هني وكذا فنان يكون عنده طقوس خاصة وقت يرسم، يعني يكون مختلف في نوع معين. أنت شنو وقت ترسمين، شلون الأجواء اللي تكون أول شيء حولك؟ يعني وقت ترسمين شلون لازم يكون تكون الأجواء، وشلون تفكرين عشان تبتدين في الرسم؟ أول شيء لازم يعني يكون السبيس كامل، لازم يكون هدوء يعني عشان أكثر شيء عشان إنه أركز. يعني عرفتي إيمان وقت يرسمون إحنا نسولف يعني تعرفون اللي يعني لازم يكون الوضع اللي شوي هادي، يعني عشان لأن كل ما كان أهدأ كل ما طلعت في بالي أفكار جديدة. يعني ساعات حزت الحزة لما أخلط الألوان يطلع شيء يصدمني إنه حلو يعني، وأكمل معه.
واحب يعني اول ما ابتدي الشيء خلاص اخلص عليه، يعني ما احب اخلي لوحاتي ليوم عقب اكملهم مثلا في نفس اليوم. اي يعني في نفس اليوم، عشان ساعات في اشياء في الفن يعني تطلع في نفس اللحظه عقب ما بتقدرين تطلعينها مره ثانيه. فاي يعني اهم شيء الاتموسفير كامل يكون هادي ومناسب لك يكون. اي نعم اكيد انه يكون مناسب ويكون هدوء. يمكن الناس ما تشوف في هذا الفيديو اللي قاعد نستعرضه الحين على الشاشه هذه وانت ترسمين لك اجواءك الخاصه ومجهزه لك اللوحه بالالوان. عاده دانا لما ترسمين نفس ما تفضلتي ذكرتي في بدايه اللقاء قلتي حتى الوالده الله يحفظها يعني رسامه، فلما ترسمين هل تحسين يعني تعطيك رايها تقول لك لا دانا والله اللي طلعتي اللوحه بشكل مختلف المفروض شويه تغيرين اللون، تاخذين وتعطين معاها بما انها هي حتى فنانه؟ اي بالعكس هي دائما يعني تدش علي وتشوفني يعني كلها تحفزني، يعني عقب اذا خلصت اللوحه كامله عقب يعني تعطيني مثلا فيدباك وتتكلم وتنصحني يعني، بس دائما تكون مشجعتني حتى الوالد يشجعني والاهل كلهم. يمكن يعني بما انها هي رسامه اخذتي من ستايلها شوي او كل فنان تحسينه لازم يكون غير في رسمه؟ يعني الوالدة كانت ترسم دائما بالبنسل وعلى ورقه، يعني انا حاولت بس يعني هي كان عندها تطبيق خاص يعني ما قدرت انا اوصل له، بس اللي قدرت عليه اللي هو يعني اكثر شيء بدمج الالوان على اللوحات، ودائما يكون شغل كبير يعني عشان تاخذ يدي على البروشات وكذي. كل واحد لستايله. صح كل واحد لستايله. ودي اسالك دانا اليوم الكثير من الفنانين لما يرسمون لوحه يبيعونها او مثلا يعلقونها سواء كان في مطعم في معرض او ساعات على حسب طلب الزبون، هل نقدر نقول ان دانا اليوم اعتمدت على هوايتها كمصدر دخل بعد؟ اي نعم طبعا فتحت مشروع على الانستغرام اللي هو بيع لوحاتي، وهاي الشيء يعني خلاني اركز اكثر شيء على اراء الناس، يعني في ناس يدخلون علي ودهم في لوحه معينه او رسمه معينه ان اسوي نفسها بس إن بشكل غير تكنيك غير، فهاي الشيء يعني بالعكس يخليني اركز اكثر على شلون انا اطور زياده عشان في النهايه انا بستفيد، يعني بستفيد من يعني فيدباك من الناس، بستفيد من السمعه حق البزنس نفسه، وهو دائما شيء زين يعني الواحد يربط هوايته في شيء انه يحصل منه مدخول يعني حق نفسه. فاي يعني حاولت انه قد ما اقدر اسوي شيء يبهر الناس، لان في النهايه الكاستمر ساتسفاكشن هو اهم شيء يعني، والناس تحب الاشياء الجديده الغريبه المتنوعه يعني. فعلا. هل مثلا بما انك قلتي ان الناس تبين تبهرين الناس، هل ياك مثلا بعض الطلبات مثلا يبون مثلا صوره معينه او رسمه معينه في بالهم حق ديكور معين تقدرين تسوين هذا الشيء، ولا الرسمات اللي انت عندك موجوده هي اللي تنباع؟ لا طبعا اقدر اسوي اكثر من اللي انا يعني حاليا قاعده اسويه، يعني في مره واحده كلمتني تبي اللي هو يعني ديزاين مختلف بعيد عن الرسم، يعني هو بس يعني دمج الالوان وكذي اللي هو حق انتيرير ديزاين يعني كان حق غرفتها، فدائما يعني اقدر يعني اركز على اكثر من نوع واحد من الارت، مو بس مثلا اشكال ولا يعني شخصيات. اي يعني اقدر للحين مثل ما يقولون ثينكينج اوتسايد ذا بوكس، يعني للحين اقدر اركز على اشياء اخرى على بعد ثاني على حسب يمكن طلب الناس واللي هم يحبونه وتاخذين وتعطين اياهم. دانا ودي اسالك يعني ما شاء الله رسوماتك حلوه فيها ابتكار، وانت نفس ما قلتي قبل شوي قلتي ما تحبين تلتزمين بنوع معين من الفن، هل حاولتي ترسمين على اشياء ثانيه غير اللوحات؟ جربتي هذا النوع من الرسم؟ اي حاولت ارسم على الشنط وعلى يعني اكسسوارز كذي اللي هو عزكم الله يعني الشوز وهاللون، وطلعت يعني الرسمه بشكل وايد حلو، كان اول مره يعني اسويه بس طلع بشكل وايد حلو، وعرضته طبعا في انستغرام وحصلت يعني كومنتس وايد وعجب يعني وايد تفاعل يعني من الناس. اي فانستانس يعني اول مره اسوي شيء بس عجبهم وايد يعني حلو. بس رسم على الشوز هاي انا ما عمري شفته، شلون يكون هذا الشيء يعني ترسمين بالالوان؟ اي بالالوان ودخلت بعد الجلتر فيه فعشان يكون شوي شايني يعني. بس هو يعني اول شيء سويته حق ينعرض يعني مش انه يعني حق احد يلبسه، بس انه يعني ما عندي مانع اي احد يعني بيكلمني حق طلبات ولا شيء عادي بسوي لهم على حسب الطلبات.
يعني جميل ان احنا نشوف ان الفنانين ما شاء الله في البحرين مبدعين في هالجانب. ودي اسالك اكثر داني، يعني ما شاء الله عليك انت تدرسين خارج مملكه البحرين، فاكيد شفتي ثقافات متعدده، شفتي حضارات مختلفه، هل لما تشوفين طبيعه مختلفه يمكن تحاولين تطبقينها من خلال رسوماتك، ولا تحبين انت بطبيعتك الخاصه على اللي انت تشوفينه وعلى التصور اللي موجود في بالك ترسمينه؟ طبعا يعني الدراسه في الخارج يعني خلتني اركز على وايد اشياء، واهم شيء منهم اللي هو الرسم. يعني دراستي في بريطانيا يعني خلتني بعد في نفس الوقت انمي الموهبه اكثر واحملها معي في الخارج، فكنت دائما يعني هناك اشتري لوحات وارسم في البلكونه في شقتي يعني عشان بحيث انه يعني ما انسى الرسم. فكنت اشوف يعني امر محلات او جاليريز يعني حق الارت وكذي، اشوف لوحات الاجانب يعني دائما يكون تركيزهم على الطبيعة ولا أكثر شيء على أشياء خيالية، فهاي شيء وايد يلهمني إن أنا أحاول أسوي نفس الشيء بس إنه من بحريني باك جراوند، يعني أدخل شوي ثقافة البحرينية إيه، فيعني شوي أدخل يعني لمساتي البحرينية أو الخليجية في الموضوع وأحاول أسوي نفسهم يعني. حلو. يمكن بعد وأنتم مسافرة أسستوا وأنتم مع طلبة جمعية طلبة البحرينيين، بعد كلميني عنها. اي طبعا الجمعية الطلابية البحرينية في مدينة ليدز اسستها العام اللي هو في نهاية 2019، واكثر شيء اللي ساعدنا على تأسيس الجمعية هو يعني صدفة بفوزنا بكأس الخليج، فكلنا هناك الطلبة طلعنا مستانسين شايلين العلامة وكذي، فمن بعدها يعني فيديوهاتنا ما شاء الله وصلت للبحرين ودول ثانية، فكلموني سفارة مملكة البحرين في بريطانيا وحبوا ان ينظمون معايا فعالية يعني حق الطلبة في الخارج، ومنها بدينا اول فعالية اللي هي فعالية العيد الوطني. طبعا هاي من عقب ما تواصلت مع الجامعة وسويت الجمعية بشكل رسمي، وقعت على عقود، حضرت معاهم محاضرات عشان بحيث انه يعني اعرف شلون اسس الجمعية وانه عشان يخلوني رئيس لها. فمن بعدها بدينا بالاحتفالات، اول احتفال كان احتفال العيد الوطني، وطبعا حبيت اشكر معالي السفير الشيخ فواز بن محمد ال خليفه وكل منتسبي سفاره مملكه البحرين والملحق الثقافي الاستاذ مانع المانع ومنتسبي الملحقيه الثقافيه، بعد ما قصروا معنا يعني دائما كانوا يساعدونا لما يسمعون عندنا فعاليه ولا ايفنت، يعني يكونون على تواصل معي ويعني يحضرون حق الطلاب، يسوون معهم مثلا العام كان في يعني لقاء تعريفي على الطلبة المستجدين، فهاي شيء حلو يعني ويخلينا بعد نركز على الطلبة اللي بيجون عشان احنا كجمعية نساعدهم من كل النواحي، يتخطون يعني الصعاب هم كطلبة يمكن يدرسون خارج مملكة البحرين. يعني ما شاء الله عليك انت موهوبة، يمكن كونك رئيسة هذه الجمعية موهوبة ايضا بالفن، نتمنى لك كل التوفيق دانا، نورتينا اليوم في صيف البحرين، كل الشكر على حضورك. شكرا لك ويعطيكم العافية. مشاهدينا مع قرب موعد سباقات القدرة والتحمل للخيول، اليوم راح نشوف طريقة تدريب الخيول لهذه السباقات في فقرة الخيل الأسبوعية، خليكم معنا. وعندنا المسافات في سباقات القدرة، هي عندنا عشان الفارس يتأهل عندك 40 كيلو، لازم تكون مسافة 40 كيلو مدتها ما تطوف 3 ساعات ونص ومو أقل من 2:20، والسبيد الأفرج اللي مخلينه الحين 16 كيلو في الساعة. أوكي، ما يصير تروحين أرفع من هاي السبيد، وعقب لنا الفارس لازم يخلص 40 تين، عقب أهله حق يروح 80 كيلو. 80 كيلو عنده بعد عندك وقت معين يحطونه، 40 الأولى لازم ما تطوف 3 ساعات و20 دقيقة ومو أقل من 2:30. وعقب عندك 40 الثاني الباقي حق 80 كيلو تكون 20 20، عندك وقت مثلا للساعة واحدة خلونه، ما يصير تطوفين الساعة واحدة. اوكي، ويصير هاي 80 كيلو. ال 100 كيلو الون ستارت مفتوحه، تكون انه يخلصها شنك انت داش السباق بس على افريج سبيد، ما تروحين سرعه وما تطوفين ال 20 كيلومتر في الساعه. الخيل احنا ندربه لازم اول شيء نعلمه على السرعات،
سرعات مختلفة، سواء الفارس والحصان لازم يتعلمون على السرعات. وعقب في عندنا البروسيس شلون مثلا وقت التبريد، لأن يعني مهم عندنا التبريد، لأن يعني الخيل تطلع المسافات طويلة تحتاج تبريد. مثلا الحين في عندنا القانون اللي موجود الجديد من الاتحاد الدولي، كل 5 كيلو لازم تبردين على الحصان، اوكي، ولازم في ذي الوقت ان الفارس يوقفون الكرو اللي ويا الفارس، لان يعني كل فارس عنده 4 كرو يكونون وياه، ما يصير يزيدون ولا يعني يغلون بس ما يزيدون عن 4. وكان يكون عندهم الماي، الفارس يمرن دربه احنا بطريقه شلون ياخذ غرشه الماي ووين يبرد على الحصان، اوكي، وكل 5 كيلو يبتدي يبرد على الحصان وعلى الافرج السبيد اللي هو رايح فيه. وعقب الحصان يوصل في عندنا الفيت تشيك، اوكي، من يدش الفيت تشيك؟ الفيت تشيك اللي يجي حق الفحص البيطري، يشيكون دقات قلب الحصان، ويشيكون الامعاء، ويشيكون يعني شغلات كامل فيها، خاصه يشيكون التروت لاين ماله، هل الحصان احنا اللي نقول يضلع او يعري الليمز فيه، هل الحصان قاعد يسوي ليمز او هو ستريت او عنده اي مشاكل جفاف، عنده اي شيء يكونهم. اهم شيء دقات قلب الحصان ما تزيد عن 66، وال 64 هي يصير قاس الحصان. وفي فتره حق الحصان الاستراحه قبل، يعني من يوصل الحصان من المرحله، اول شيء عنده 15 دقيقه. اهم شيء انه ما تطوف ال 15 دقيقه عشان يشيك الفحص البيطري. إذا طاف في 15 دقيقة يصير الحصان سكراتش. في الفحص البيطري الأول، أول شيء 15 دقيقة يروح يتشيك دقات قلب الحصان، أوكي. المرحلة الأخيرة مثلا إذا كان 80 كيلو عنده 20 دقيقة. التقرير استفدنا وتعلمنا بعض الأمور المتعلقة بالخيل والفارس. أما الحين مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل السريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا من صيف البحرين. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد من بعد الفاصل. ومثل ما نعرف تقوم إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدور حيوي ومهم في تنمية ودعم الأنشطة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، باعتبارها نواة ازدهار وتطور اقتصادنا الوطني. ويسعدنا أن تكون معنا في الاستديو الأستاذة شيخة الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. صبحك الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيك أستاذة. أهلا فيك. صباح الخير، في البداية نرحب فيك. أول شيء أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المحلي أكيد له أهمية كبيرة، كلمينا عنها. بالبداية أود أصبح على المشاهدين بالصحة والعافية. وطبعا إحنا دائما لما نتكلم عن قطاع المؤسسات الصغيرة لابد أن في شخص بالبيت قاعد هو يكون مالك لمؤسسة صغيرة أو قريب له مالك لمؤسسة صغيرة. والمؤسسات الصغيرة تعتبر مو بس للقطاع يعني في الاقتصاد المحلي، بل للاقتصادات العالمية نواة وعمود الفقر للاقتصاد. فالبحرين أولت اهتمام كبير للمؤسسات الصغيرة، وبالذات أن هي لها مساهمة على ما نقول احنا كلمة صغيرة، لكن مساهمتها جدا كبيرة في الاقتصاد من ناحية توظيف البحرينيين ومن ناحية الصادرات والناتج المحلي الإجمالي. نعم، بس هذا ودي أتكلم أكثر عن استراتيجيات يمكن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة، شنو هي الاستراتيجيات اللي تحطونها؟ اي نعم، طبعا حسب ما خبركم بسبب الأهمية اللي توليها مملكة البحرين قطاع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد ربي يحفظه. وبناء على ذي الأساس تم إعداد استراتيجية متكاملة، وبناء يعني في خلال طريقنا احنا في إعداد هاي الاستراتيجية كنا نجلس مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة نشوف شنو الثغرات اللي موجودة. طبعا أي بيئة تكون فيها ثغرات ودائما هناك تحديات يواجهونها رواد الأعمال.
وجدنا أن هذه التحديات أو الثغرات موجودة في 5 محاور أساسية اللي هي طبعاً تيسير التمويل. كل رائد عمل يكون عنده تحدي في الوصول إلى التمويل المطلوب والوصول إلى الأسواق. دائماً الإنسان أو المؤسسات اللي تطمح أنها تتوسع تبقى تتوسع لأسواق جديدة، سواء أن تكون في الأسواق المحلية أو في الأسواق الإقليمية والعالمية. وعندنا كان تعزيز المهارات، المؤسسات الناشئة أو الجديدة تفتقر حق بعض المهارات الأساسية، فهذا كان محور أساسي. وتيسير بيئة الأعمال بالإضافة إلى تعزيز الابتكار اللي هو حالياً يعتبر محرك للمؤسسات الصغيرة. يمكن كل هاي اللي ذكرتيهم هي يعني مثل ما تقولين مجمعة مع بعض تعطي دوافع كبير حق المؤسسات الصغيرة. خلينا نتكلم بعد عن الحاضنات والمسرعات الأعمال، إحدى مبادراتكم بعد في صحيح. يعني هذه المبادرة خلينا نتكلم عنها. إحنا الاستراتيجية كانت تتضمن 17 مبادرة أساسية، من بعدها تم إضافة 5 مبادرات متعلقة ب تيسير التمويل أو يعني حل وضع حلول للمشاكل رأس المال التشغيلي للمؤسسات الصغيرة. وإحدى هذه المبادرات كانت طبعا المحاور هم حاضنات ومسرعات الأعمال اللي هو تقع تحت محور بالتحديد محور التعزيز أو تطوير المهارات. وحاضنات ومسرعات الأعمال نشاط تم إطلاقه من قبل الوزارة في مارس 2017، حاليا مضت 3 سنوات منذ إطلاق النشاط. بالسابق كانت مملكة البحرين تولي اهتمام للحاضنات من خلال حاضنة حكومية اللي كانت تبع بنك البحرين للتنمية، بس بعدين ارتئينا لا، ان في هناك توجه جديد والقطاع الخاص ممكن انه يقود عملية احتضان المؤسسات الناشئة بطريقة فعالة اكثر. واليوم احنا عندنا 24 حاضنة مرخصة و12 حاضنة منها متخصصة في مجالات محددة، منها التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا الازياء، بعضها متخصصة بالشباب والأخرى بالتصدير. فعندنا حاضنات متخصصة لأجل التركيز على قطاعات هامة ممكن يركز عليها الشباب البحريني وقطاعات مختلفة ومجالات متنوعة في هالجانب. ودي أسألك أستاذ أكثر عن ممكن نتكلم عن تيسير الدخول إلى الأسواق وشنو هي أهم مخرجاتها من خلال هذه الأمور اللي أنتم قاعد تيسرونها وتسهلونها حق الدخول إلى الأسواق. بالنسبة حق الدخول إلى الأسواق هو يعني الشركة خلاص من يعني من تبتدي تمر عليها سنة سنتين تطمح أنها تتوسع. وكان أغلب التحدي اللي تواجه المؤسسات هو أن سوق البحرين محدود ويحتاج أنهم يتوسعون في الأسواق الإقليمية والعالمية. يعني إحنا عندنا مؤسسات صغيرة لكن جهودها كبيرة باستطاعة أنها توصل حق أسواق عالمية، للبرازيل، لأمريكا، واليوكي وسبين وكل يوروب. فيعني وصادرات البحرين هي أهم المخرجات اللي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات. وتقدم صادرات البحرين حزمة من الخدمات اللي تساعد المؤسسات الصغيرة في أنها تقدر تتقلب على كل التحديات أو تساعدهم بتقديم الحلول للمساعدة على التصدير. بالإضافة إلى أهم المبادرات بالذات اللي إحنا ممكن نتطرق لها هي مبادرة تخصيص 20% من المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة المتوسطة مع إعطاء أفضلية بنسبة 10%. تم تطبيق القرار من قبل مجلس المناقصات والمزايدات في ديسمبر السابق، ديسمبر 2019. وإحنا يعني نأخذ هاي الفرصة أن نشكر مجلس المناقصات والمزايدات على تعاونهم الدائم مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر. وخلال 6 أشهر حسب ما تم الإعلان عنه من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، 45 مؤسسة صغيرة استفادت من قرار مجلس الوزراء، وهي يعني بالرغم من الظروف الحالية اللي السوق يعيشها والعالم، لكن إن إحنا نفتخر إن لا بالعكس هناك في برامج وفي مؤسسات قاعدة ما زالت تستفيد من البرامج هذه. أكيد جهود كبيرة تقومون فيها بالوزارة، بس يمكن خلنا نتكلم عن أكيد مع كل هاي اللي قلتي أكيد لمستوا شيء من المؤسسات، إيش قد استفادوا، إيش قد أنتوا حصلتوا يعني يمكن يعني شكر من عنده منهم هما، إيش قد حصلتوا فيدباك مثل ما نقول أو ردة فعل حلوة. أي نعم، إحنا عندنا قصص نجاح كثيرة سواء من خلال صادرات البحرين ومجلس المناقصات والمزايدات، طبعاً البرنامج المناقصات الحكومية اللي تم إطلاقه مؤخراً. الكل يشيد بالجهود اللي تقوم فيها الجهات كاملة، حكومة مملكة البحرين الموقرة، البرامج اللي تضعها لتنمية المؤسسات اللي هي تعتبر جزء هام لتوفير فرص عمل للمواطن البحريني. والكل يشكر، وبالعكس أنا أحس أن حالياً يعني
رائد الأعمال عنده تحدي في هاي الفترة. صح. لكن احنا يعني دائما نحاول ان احنا نراجع هذه السياسات والمبادرات، نشوف شنو احنا ممكن نساعد او نساند القطاع القطاع الخاص وقطاع المؤسسات الصغيره بالوجه المطلوب. يعني اكيد حطيتوا الكثير من مبادرات حق رواد الاعمال خلال هذه الفتره، خلينا نتكلم شوي عن ابرز المبادرات او الحملات اللي احنا يمكن حاليا، لان دائما تشوفون التوجه بالذات مع الازمه الحاليه ازمه الكورونا الله يبعد الشر عنا وعنكم، ان المحرك صار اللي هو التحول التكنولوجي او الرقمي. ونشوف ان التوجه صار نحو الابتكار. احنا حاليا عندنا تعاون وثيق ويا جامعة البحرين لنقل التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. البرنامج يطمح ان احنا نساعد سواء الكادر التعليمي او الطلبة بجامعة البحرين على استغلال ابتكاراتهم وابداعاتهم والاستغلالها تجاريا بالطريقة المطلوبة. والاستغلال التجاري راح يساعد المبتكرين والمبدعين والمفكرين حتى انهم يكون عندهم دافع اكبر من ناحية استغلال او يحفزهم انهم يبتكرون، لانه فيكون في مردود مادي ممكن يكون مجزي على ابتكاراتهم واختراعاتهم. اكيد يمكن وصلنا لنهاية فقراتنا، كل الشكر لك. يمكن جهودكم واضحة ومباينة، وأكيد يعني إن شاء الله مع بعض بيد بيد كلنا حتى الاقتصاد الوطني المحلي يرتفع أكثر وأكثر مع الوقت إن شاء الله. أكيد كل شيء بيرجع لأحسن ما نفس قبل، ويمكن بعد أحسن. أكيد نشكر تواجد حضورك معنا أستاذ الشيخ الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. شكرا لك. شكرا لك. وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقة يوم الثلاثاء من برنامجكم الصباحي صيف البحرين. نلقاكم بكرة، مع السلامة. مع السلامة.